صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذين يحملون العرش، هل يحملون العرش فقط أو يحملون العرش ومن فوقه، أو لا يجوز الخوض في ذلك؟ أنت خوض في هذا، وش تبي بهالسؤال؟ اترك هذا، نؤمن بالعرش ونؤمن بحملة العرش ونؤمن باستواء الله على العرش كما جاء، ولا نتدخل في الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا بأن نوح عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من ظن بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن العرش يحمله فقد كذب، لأن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهو يمسك العرش والسماوات والأرض سبحانه وتعالى، لا أنها هي تمسكه أو أنها تحمله سبحانه وتعالى، ولكن الدخول في هذا لا حاجة إليه. نعم.